السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متتبعينا الكرام داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، كما كتشاهدوا معنا الان في هذه المباشره هذا الحصري من امام مطعم السونتريز العالميه. اليوم كما كنشوفوا يعني اشهر مطعم في مدينه مراكش كيستقبل نزار والخطيبه ديالو الجديده، يعني بعد ما اعلن الطلاق ديالو مع ندى حسي الان هو كيتواجد بمدينه مراكش من اجل الاحتفال بهذه المناسبه. هذه اليوم حنايا كنقل لكم هذا المباشر الحصري، خليكم معنا متابعينا الكرام. الان كنتسناو الحضور ديال يعني هذا نزار وكذلك الخطيبه ديالو. جمال نزار وكذلك الخطيبه ديالو، يعني الان كما كتشوفوا معنا الحضور ديال نزار. نزار مرحبا بك مدينه مراكش. الله يكبر بك. الله يحفظك ليا. هذا الميكرو. مرحبا خويا نزار، بغينا نعرفوا اشنو يعني كما ذكرنا المتتبعين ديالنا، بغيناك تعرفنا بهاد السيده هذه اللي معاك. هاد السيده هذه يعني صاحبه شركه انتاج، وهي من هنا مستقبلا اللي غتكلف لي بالاعمال ديالو المسائل ديالو. مرحبا الزين ديالو. يعني تلاقيت معها قالت لي بانني انا معجبه بك نزار، وصراحة شدرت شي حوايج اللي ما كديرهمش ندى حسي باش يكونوا فاهمين، وعطيتها فرصة صراحة. يعني واحد الإنسانة اللي شكرا بزاف. ميرسي حبيبي. واحد الإنسانة اللي كتستاهل أنها تبان، ومن حقي أنا نبينا بما أن صاحبة شركة أعمال. سمحوا لي راه كاين الجوقة هنايا فهمتيني، ولكن ماشي مشكل. يعني كنشوفوا المتتبعين ديالك والجمهور ديالك هنا متابعينك. نخلي الكلمه للانسه هي اللي غتهضر. الزين ديالي نزار، الكبيده ديالي، انا مستعده ندير لك اي حاجه بغيتيها في الحياه هذه، ابار انا دحسي، ابار الملولي، ابار كل شيء، انت الحبيب ديالي ومرحبا بك الزين. انت ما كتسمع بودنيكم، يعني ملي كتوقف عليك بنت وكتقول عليك هذا الشيء كامل، يعني الا خليتها فراه انا حمار. يعني انا اضطريت باش نعطيها فرصه وندخلها لحياتي. واش غتبقى بيناتكم اعمال فقط، ولا غادي تطور هذه الاعمال هذه الخطوبه والزواج؟ تموت عليا، كيفاش ما غاديش نطور؟ اصلا انا كنشوفو بزاف، كنحماق عليه ومستعده ندير عليه اي حاجه. انت ما كتسمع بودنيكم، كاين شي حاجه اكثر من هكذا. يعني واش هذا الشيء اللي لقيتي في هذه السيده هذه لقيتيه في ندى حسي؟ لا. اول حاجه باش تكونوا فاهمين، شوف وجهها مزيان، واش هذا الوجه كيشبه ندى حسي؟ راه زوينه على ندى حسي، متخلق على ندى حسي. جميل بس انا طبيعيه، هذا الشيء ديال الله. ندى حسي لطيه الاخرى ما عندهاش، وهذه تبارك الله بلا ما نهضر بزاف راه كلشي باين واضح. عندها ندى حسي غتفهمني بزاف. مراتي ما نقولش لك مراتي، واخا مازال ما طلقناش، عندها واحد عندك واحد الحاجه، هذه عندها واحد الحاجه اللي ما عندكش انت، وانت عارفه وانا عارف بلا ما نهضر بزاف، بلا ما نقلل الحياه على المشاهدين. واش خويا نزار بغيت نسولك، يعني واش هاد السيده هادي مستعد انك تستمر معاها وغادي تبدل الطريقه ديالك اللي كنتي كتعامل بها، يعني اللي كتعامل بها مع 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 ندى حسي؟ واه انت ما كتشوفوا كيفاش كدير ليا، شوفوا بعينيكم. يعني شوف بعينيكم واش هادشي كديروا ندى حسي؟ يعني الخطوبه ديالك رسميه؟ السيده صراحه هي هضرت معايا قالت لي نزار راك عجبتيني بزاف، وتلاقيت معها غير بالصدفه صراحه في السياره ديالك كيف ما كتشوفوا بين السياره ديالها ماشي مشكل. قالت لي نزار صراحه كنت كنشوفك من شحال هادي وكتعجبني بزاف، وكنت كنتمنى نتلاقى انا وياك. وقالت لي انا ما تيقاش راسي تلاقيت معك. انا بصراحه ما كنتش باغي نهضر معاها، ولكن ملي شفتها بقات مصره عليا وباغا تهضر معايا. ماشي مصره عليا، ماشي مصره عليا، ماشي مصره علينا على بعضياتنا بحال هكذاك، ما تفهمينيش غلط. علاش يعني تنشوفكم اليوم اختاريتوا المطعم ديال سونتريز باش تحتفلوا بهذا المطعم؟ سونتريز احسن مطعم هنا اختاريتوا باش تحتفلوا بهذه المناسبه هذه. سونتريز باش تكونوا فاهمين هذا المطعم هذا صراحه كما كتشوفوا معنا سونتريز يعني كنلقى فيه راحتي ملي كنجي لمراكش. الخطيبه ديالك كنجي لهذ البلاصه هذو، اي واحد باغي يتلاقى معايا يجي سونتريز غيلقاني تما. سونتريز احسن مطعم في مراكش. احسن مطعم في مراكش. قول يا خويا نزار، نزار تنعرفوا العلاقه اللي بينك وبين صاحب المطعم اللي هو صديق ديالك. صديق ديالي صراحه. صديق ديالك صاحب المطعم، وكذلك هو وعدك باش ينتج لك
باش يتعاون معاك في فيديو كليب جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي يجيب لك الاغنيه ديالك بعد ما يعني حقق الاغنيه ديالك، حققت واحد النجاح كبير خصوصا انك صدمتي الجميع، صدمتي جميع المتابعين ديالك، ما كانوش متوقعين انه غادي تكون هذيك النتيجه الهائله اللي درتي في الاغنيه. ما بقى لنا الا اننا نقول لك سي نزار الف مبروك عليك. الله يكبر لك. مرت كلمه كنبغيك وعزيز عليا بزاف. انتما كتسمع بودنيكم. سون 13 كتعجبني بزاف بزاف بزاف. سيرفيس قول لي الى ظريفين وبزاف بزاف. الى سمحتي لي اخويا نزار بغيت نسولك بالضبط. مرحبا. الى سمحتي لي نسمح لي الان هي انا اعتبرها خطيبه ديالك لحد الان. ياك الطلاق ديالك كما كتقول هي بانه كما كتقول ندى حسي باقي ما كاينش، ولكن انت علنتي غدا غادي تسافر باش تكمل جميع الاجراءات ديال الطلاق، ياك هادشي اللي كاين السنه. طبيعه الحال هادشي راه انا اللي قلته. باش تجوج بالحب ديالي انت بالجميله ديالك والخطيبه ديالك الجديده. الجمال ديالك يحمق صراحه. شوفوا بيني بين وجهك مزيان. شوف الصراحه شي الجمال كيفاش داير. ميرسي حبيبي. واش هاد العوينات عندنا ده حسي؟ لا. هاد الفويم عندنا ده حسي؟ لا. هاد الهضره هادي عندنا ده حسي؟ ما عندش ندى حسي. انا صراحه كنت سد عينيا ملي تزوجت بها، ولكن دابا ملي بانوا لي انا صراحه كيبانوا لي بزاف ديال الدريات، ولكن هادي غيرت لي عقلي. ميرسي حتى انا بحالك. نزار اول مره ملي هضرت معايا صراحه تجمدت في بلاصتي. بقيت كنفكر بزاف. بغيت غير نهضر ولكن ما قادش نهضر. نزار واش حتى هي ممكن نقول انها سحرت لك بحال ندى حسي؟ وانا تلاقيت معها بالصدفه. كيفاش غادي تسحر ليا؟ بالعكس هي كتسحر اي واحد، وهذه اللي كنت كنقلب عليها وفي الاخر لقيتها. يعني صافي نعتبروها الزوجه ديالك بصفه طبيعه الحال يعني ان شاء الله بصفه رسميه. ديروا وليدات. شحال من ولد غنولدوا؟ نولدوا شي ثلاثة. نزيدوا واحد. أربعة. أربعة؟ وي. نولدوا أربعة. أشنو بغيتي تقول للمتتبعين ديالك؟ رسالتك بعدا لندى حسي من هذا المباشر. رسالتي لندى حسي، شوفي نهضر معاك. ما تكذبيش على المتابعين وتقولي لهم أنا باغي نطلق من نزار، حقاش هضرتي معايا وفضحتك بأنك هضرتي معايا وقلتي لهم أنا قلتي لي أنا ما مطلقاش بنزار، أنا ما طلقتش بك وما رفعتش الدواء ديال الطلاق. أنا لا أنا غنقولها لك. انا غنمشي لاكادير واول حاجه غندير بعد ما نمشي لاكادير غنمشي للمحكمه وغنرفع الدعوه ديال الطلاق وغنطلق منك وغنلوح عليا الوسخ، لانك انت غير وسخ وغتبقى غير وسخ وغادي تموتي وسخ. لا انت لا امك نعلات والله وعليكم. اشنو هي الكلمه اللي بتقول هي باش تعرفوا بريئه شاد لي في يدك تقول لي صافي ما تهضرش عليها. ما نكذبش عليك داكشي اللي دارت فيا حاقد عليها. صافي ماشي مشكل. صافي يلا. بغيت نسولك نزار. مرحبا. اش الكلمه اللي بغيتي تقول للخطيبه ديالك الجديده؟ الكلمه اللي غادي نقول للخطيبه ديالي الجديده عشت معك شي حوايج ما عشتهمش مع المسخه اللي كنت متزوج بها. ميرسي عليك فكرك بها. انا ملي شفتك بحال اول مره كنشوفك، واخا كاينين بزاف ديال الدريات ولكن انت متغيره عليهم. انت مثل ما انت على جسري مضى. هي مرحبا. نزار بغيت نقول لك اليوم اش هي الكلمه ديالك للمتتبعين ديالك؟ كما كنشوفوا مراكش كلها كتهتف بك. نزار شنو المناجره ديالي كتقريني شنو غادي نقول. بغيت نقول للمتابعين ديالي الله يخليكم ليا، وهاد السيده هذه بغيت نقول لكم تابعوها وعقلوا عليها مزيان، راه من الان فصاعدا غتكون معايا انايا. يعني اي حاجه غادي ندير غتعيش معايا السيده. مراكش وي بغيت كيما انت كلشي ديالك الرجوله كلشي حاجه. دابا انا ندى حسي كتوافي ليا هي كتسحب ليا انا الشماته. كتسحب ليا انا واش انا بالعكس انا اي وحده كنبغيها ما كنبقاش نترجل عليها. كنولي ظريف معاها ولكن قبيح مع كل شيء. نزار بغيت نقول لك بهذه المناسبه هذه فالان وصلني خبر جميل هو انه صاحب المطعم اللي انتم اليوم جايين تحتفلوا فيه سون 13 العالميه اليوم كيعلن انه هو اللي غادي يتكلف بجميع المصاريف ديال العرس ديالكم، وغادي يدير لكم عرس اسطوري اللي كيليق بنزار والزوجه ديالو. صراحه عبد الله المطعم ديال سون 13 سي عبد الله. سي عبد الله يعني انا ما غنافقوش، انا ما غنافقش سي عبد الله. اول حاجه هذا المطعم اللي عنده كنلقى فيه راحتي،
لان انا الان في نيونسور بحالي فهمتيني، يعني ملي كندخل كنلقى راسي نخلي الكلمه المغني ديالنا الاخ مروان خوك هذا ياك طبيعه الحال راه مغني باش تكونوا فاهمين يعني هو الكونسيبت ديالو بعيد على ديالي انا مازال كنتسطى هذا عنده هانيشان اليوم بغيت نقول لك يعني كيفاش جاتك هذه المفاجاه هذه انا فرحان نزار من هذا المنبر هذا بغى يشوف يمشي في هذا الاتجاه هذا اختار الدريه اللي توالمو فهمتي وبعد من ديك الخنس ديال الخميسات باسكو ديك غير خمنز يعني وما عرفاش بقى يمشوا وانتم كتشوفوا الانسان هذه مقدره فوالا حنا داكشي اللي كنتمناو الانسان كذلك هي اللي غادي تكلف ليه بالاعمال الفنيه المستقبليه ديالو بالانتاجيالها نتمنى ان شاء الله اشنو يعني انا باش غيلقاني نزار راه هو راه عارفني كيلقاني في السراء والضراء يعني في وقت الفرح في وقت الضيق في وقت اي وقيته كيلقاني نزار المهم خليه هو يتكلم على القضيه ودابا الاخ مروان هو الاخ مروان يعني فين ما كنحتاجو كنلقاه في السراء والضراء كنت في كازا جاني في كازا واخا ان المسخر شات وقالت لي نشريك وبيع خوك عطاتك 2 مليون قال لا ما نبيعش خويا وشو فهمتيني وملي كنت في طنجه جا عندي حتى لطنجه وهادشي اللي كنقول راه بالبروفات يعني ماشي كنهضر غير هكذاك شغل لي فيديو ديالي قدامي قواتي بالبروف فهمتيني باللي هي بغاتني 2 مليون باش نبيع دمي عطيه الميكرو عطيه الميكرو باش فهمتي يعني هي في رمضان بغاتني 2 مليون باش نبيع دمي شنو باش تجيب لها غير نظام هذه هشام من الاولين قلت لها ما كنبيعش دمي كان نقدر اي حاجه نمشي معاك فيها شل دمي لا يعني وسيرشو نزار انا عارفه شويه مع ونيه الله يعني عزيز عليا اكثر من اي اكثر من بزاف انا عندي اختي وعندي خويا فهمتي ملي نزار واخذه بواحد المشابه بوحدو علاش حيت هو عفوي فوالا انا غندوز المايك لنزار وتحياتي خلي الكلمه انا تعبير الله تتهضري كنشكرك انا تحيه نزار حبي واحد القضيه هي راه ما بغاتش تبان مع الصحافه فهمتيني قلت لي ما بغيتش تبان وانا لقيت انها حصري هذا خروج حصري ياك هذا خروج حصري اول خروج حصري اول خروج حصري واول خروج غادي نهضر فيه فهمتيني السيده الخطيبه ديالي يعني ما بغاتش تبان قالت لي نزار هادشي يبقى في السر انا قلت لها الا كنتي كتبغيني بصح غتبعيني في داكشي ديالي قالت لي نزار انا موافقه ماشي مشكل واحلى تحيه 113 مراكش هو الاخ ديال اليوم معنا السي عبد الله صاحب هذا المطعم هذا 113 اليوم قلت لي في ودنيا انك غادي تكلف بجميع المصاريف ديال الزواج العرس ديالهم وغادي تجي لهم عرس اسطوري مرحبا كذلك غادي تهديهم اسبوع في الرياض ديالك مرحبا ياك مرحبا دار الضيافه ديالك مرحبا اشنو بغيتي تقول نزار بهذه المناسبه هذه؟ جبنا نقول له لقى بنت الناس اللي تستاهلوا وجوك معاه وراه الجميع تعرفها في مراكش عندها شركه الانتاج وتتنتج وانت الاخ الصحفي راه تعرف السيده ديجا نتجات كلوبات واغاني ونعاود نزيد المتتبعين ديالك انه السيده تكتب كلمات كتبت شحال من مغني ما بغيتش نسميهم وتبارك الله راه هي اللي تجيب لي المغنيين اللي ستار تجيبهم لي لهنا للسونتريز ومرحبا الف مرحبا حنا كذلك ما بقالنا الا اننا نقول لك نزار الف مبروك والف مبروك للزوجه ديالك شكرا وكنقولوا قال ذلك للمتابعين ديالنا شكرا على حسن المتابعه وفي مباشر اخر ان شاء الله